السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمة اليوم باللغة العربية. وكلمة اليوم هي سيارة، ولها معان عديدة، منها مركبة، قافلة، موكب، الكواكب التي تدور حول الشمس وتستمد منها نورها. وإليكم الأمثلة أيها المشاهدون، نقول هذه سيارة مريم، اشترت الشركة مركبة جديدة، ودعنا قافلة الحجاج، هذا موكب عسكري، كوكب المشتري هو أكبر كواكبنا التسعة. مشاهدي الأعزاء، هذا كل ما عندنا اليوم. شكرا لكم أينما كنتم، وإلى اللقاء، على أمل أن ألتقي بكم مستقبلا إن شاء الله في كلمة جديدة، وأنتم بالصحة والسلامة. طابت أوقاتكم.